كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، اسمح لي فندم بمناسبة افتتاح هذا الصرح العظيم نستعرض مع حضراتكم كيف يضيف هذا الصرح إلى محور بناء الإنسان المصري. لحضرتك وجهت طبعا أنه أحد الأعمدة الرئيسية في اتجاه بناء الجمهورية الجديدة. يمكن أعتقد من المفيد أن احنا نفتكر أن بناء الإنسان المصري طبعا جزء أساسي منه هو موضوع التعلم واكتساب المعارف، ولكن أيضا له عناصر أخرى زي ترسيخ الهوية القومية والانتماء، زي بناء الشخصية، زي الثقافة العامة، وكذلك البناء البدني والعقلي السليم لأجيال من ولادنا، وده اللي هنركز عليه النهاردة. الحقيقة منظومة التعليم قبل الجامعي جواها يمكن ربع عدد السكان من الأطفال والشباب اللي هم 24 مليون طالب في أنواع كثيرة من المدارس. من حيث التعلم والمعارف بيتم إنتاج نظام تعليم جديد الحقيقة جواه فكرة ترسيخ الهوية وفكرة بناء الشخصية، ولذلك تكملت هذا ببناء البدني والعقلي السليم عن طريق التغذية المدرسية موضوع مهم جدا. التغذية المدرسية في المدارس المصرية ده برنامج بقاله عدد من السنوات بتقدمه الوزارة بهدف توفير تغذية مدرسية صحية للمساهمة طبعا بجانب الأنشطة الرياضية في إعداد جيل من الأصحاء، لأنهم ده يساعدهم على التعلم وعلى العمل وعلى بناء حياة منتجة لسنوات قادمة، ويقلل التكلفة على المنظومة الصحية من الأمراض اللي بيعاني منها الأجيال اللي سبقتهم. إجمالي عدد الطلاب زي ما قلنا حوالي 24 مليون طالب. برنامج التغذية المدرسية بيستهدف حوالي 12.2 مليون، غير حوالي مليون طالب في المدارس الأزهرية. اللي احنا اشتغلنا بيه السنوات السابقة كان مجموعة من الحلول بتستهدف مدارس مختلفة، في مدارس داخلي ومدارس تربية خاصة ومدارس لذوي الاحتياجات الخاصة. السادة المحافظين كانوا بيقدموا لها وجبات بشكل معين، في بنتعاقد مركزيا لمجموعات مدارس كلها بقى من رياض الأطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي تعليم مجتمعي. في بعض المحافظات كان فيها مصانع، في بعض الإضافات كانت من المشروع الخدمي لوزارة الزراعة. نظرا للاهتمام الشديد لسيادة الرئيس بهذا الموضوع، طبعا احنا كنا التعاقدات بنعملها من مع المصانع اللي بتعتمدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وعلى مواصفات جايلنا من المعهد القومي للتغذية بوزارة الصحة. بس نظرا لاهتمام حضرتك الشديد بهذا الموضوع فكان في تكليف بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة، ده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، لتقديم تغذية مدرسية صحية، وأهم نقطة علق عليها زميلي الدكتور علي، مؤمنة وبخامات محلية ومطابقة للمواصفات العالمية عشان نبني الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة. والقيمة بتاعة ده بتعود على زي ما حضراتكم شايفين ملايين من ولادنا يعني. بس يمكن مفيد نشوف احنا فين من العالم المحيط بينا. في تقرير هام جدا طلع من منظمة الغذاء العالمي اللي هي World Food Program بيقارن ما حدث في العالم في التغذية المدرسية بين 2013 و 2020، واخدين عينتين في هذين الزمنين. لو نبص على الخريطة دي مصر الحقيقة مصنفة من أعلى الدول اللي بتقدم من أعلى الأرقام اللي بتغطيها في عدد الأطفال اللي بيتلقوا وجبات مدرسية بالنسبة لدول يمكن أكبر مننا كمان في تعداد السكان. فإحنا من حيث التغطية موقفنا كويس جدا. هنا مقسمين تغطية التغذية المدرسية حسب الدخل بتاع الدول. مصر تنتمي إلى شريحة الدول اللي هي بنقول عليها متوسطة الدخل من الحد الأدنى. 20% من الولاد بس هم اللي بيتلقوا تغذية مدرسية في الدول محدودة الدخل. متوسط التغطية في الدول اللي احنا ننتمي إليها 45%، بس زي ما حضراتكم شايفين مصر مغطية حوالي 80%. فاحنا يعني موقفنا جيد جدا بالمقارنة بدول أخرى كثيرة يعني.
من سنة 13 لسنة 20 يمكن 4 من كل 5 دول أدركوا أهمية وجود سياسات لموضوع التغذية المدرسية، و90% من الموازنات اللي تم رصدها في هذه الدول جت من الموازنات الوطنية. ففي زيادة شديدة في عدد الدول اللي ابتدت تهتم بهذا الموضوع، ومصر طبعا في طليعة هذه الدول. مصادر الإنفاق على التغذية المدرسية بتختلف حسب مستوى الدخل، يعني الدول منخفضة الدخل بتحط من موازنتها الوطنية نسبة صغيرة زي بين 17 و25%، والباقي جاي من القطاع الخاص أو جهات منح. مصر في الدول المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا دول 95-96% من الصرف بيجي من الموازنة الوطنية، وحوالي 4 أو 5% من مصادر أخرى. كمان مهم نلاحظ ان موضوع التغذية المدرسية لكل 100,000 مستفيد او طفل او طالب في حوالي 1700 فرصة عمل بتتشكل ما بين الطهاة وعمال التعبئة والتجهيز والخدمات والنقل ومفتشي السلامة، فبتخلق اقتصاد محيط مفيد جدا. فلكل 100,000 مستفيد واحنا عندنا حوالي 13 مليون، فدي عدد من الوظائف كبير جدا. في حاجة يعني في الاهتمام، واحنا مهتمين بالبناء البدني والعقلي للطلاب في اكتر من التغذية المدرسية، فيما يسمى الانشطة التكميلية. الانشطة التكميلية ان احنا نعلم الولاد الاهتمام بالنظافة وزي غسل الايدين والاهتمام بنظافتهم الشخصية، القياسات اللي بتساعدنا فيها وزارة الصحة طبعا، قياسات الطول والوزن، التخلص من الديدان، فحص العين، النظارات، اختبار السمع، كل الحاجات دي. مصر الحقيقة يعني في دول قليلة اللي هي 30 دولة حول العالم، 30% من الحكومات عندها حزم متكاملة، أكتر من 7 تدخلات. مصر عندها حوالي 9 تدخلات، البرامج اللي بتعملها 100 مليون صحة وتحيا مصر. فاحنا الحقيقة في الدول المميزة جداً في التعامل مع قضية بناء الإنسان. طبعا جائحة كورونا في العالم كله عملت أكبر أزمة تعليمية في التاريخ في التعليم، حرمت 1.5 مليار طفل من التعليم. احنا يعني فخورين جدا الحقيقة ان احنا في مصر ما حرمناش طفل واحد من التعليم في السنتين بتوع كورونا، وامبارح انتهت بحمد الله الثانوية العامة، فخلصنا تاني سنة بنجاح في وجود كورونا. زي ما حضراتكم شايفين 199 بلد أغلقت المدارس أثناء السنتين اللي فاتوا، وده حرم 370 مليون طفل من الوجبات المدرسية. ودي كانت قضية كمان خلت العالم يعيد النظر في الموضوع، لأن موضوع التغذية المدرسية اكتشفنا أنه جزء من الحماية الاجتماعية، يعني هو بيخلق رأس مال بشري مهم جدا وصحيح البنيان والعقل، بيعزز التنمية الاقتصادية، لأن هم دول الولاد اللي هيكبروا ويشتغلوا، كل ما كانوا أصحاء وأكثر قدرة هيكون أفضل للاقتصاد. بيساعد طبعا على التعلم نفسه، التغذية السليمة فعلا بتساعد على التعلم، تبني مجتمع صحي متعلم. التغذية بالمنتجات المحلية المصممة جيدا بتعمل أنظمة غذائية حساسة بيئيا، وبتقلل سلاسل التوريد زي ما الزملاء ذكروا من قبل. من حيث التكلفة يا فندم، التقرير بتاع منظمة الغذاء العالمي لو مبني على حوالي 200 دولة مقسمها الدول غيرنا عشان نعرف احنا فين من الآخرين. الدول اللي احنا ننتمي إليها في الشريحة اللي هي الدخل المتوسط الأدنى، الطفل بيتكلف 41 دولار أمريكي في السنة تقريبا، لو احنا ترجمناها لجنيه هنلاقيها حوالي 644 جنيه في العدد المستهدف، ده يعمل لنا 7.5 أو 7.7 مليار. ده تقريبا لو احنا هنقارن نفسنا بالدول اللي في نفس الشريحة اقتصاديا، فده بس من باب الناس تبقى عارفة ده بيتكلف كام. يمكن الصورة دي مهمة جدا، كان في دراسة اتعملت على اكتر العناصر اللي بتؤثر على جودة التعلم، يعني الخريج في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، طبعا المناهج والامتحانات والمدارس وتعيين معلمين، وهم لما شافوا اكتر العناصر تأثيرا على المنتج لقوا طبعا ان اصول التدريس المنظمة زي النظام التعليم الجديد اللي بنبنيه ده اول حاجة، تحتيه على طول الوقت طول العام الدراسي الوقت الإضافي، كل ما
زادت المدة اللي بيقضوها الولاد في المدارس كان أحسن. التغذية المدرسية تالت عنصر في الليستة دي من حيث التأثير، يعني هي عنصر مهم جدا، أهم مما نتخيل، وموجود في الليستة قبل بناء المدارس الجديدة وقبل حوافز المعلمين وقبل حاجات تانية كتير نعتقد أنها كلها مهمة، بس التسلسل الأولويات. فالتغذية المدرسية ليها الحقيقة دور كبير جدا في نجاح عملية التعلم كما يظهر من دراسة شملت عشرات الدول. يعني نروح طبعا مبادرة السيد الرئيس للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، 100 مليون صحة، يعني بتعاون كبير الحقيقة مع الزميلة وزيرة الصحة. احنا تم اختبار 25 مليون طالب في الثلاث سنين اللي فاتوا في ملحمة كبرى يعني، وطلعت النتائج مرة واثنين اكتر من مرة. فالارقام دي يمكن معالي وزيرة الصحة هتدي فيها تفاصيل اكتر، بس المجمل انه في عدد مش قليل، 1.3 مليون عندهم تقزم، في 8 مليون عندهم انيميا، وفي 3.4 مليون عندهم سمنة. اعتقد يعني سيادتك فندم امرت بالمشروع ده كله علشان نحاول نعالج الاولاد دول بدري ونحسن مستقبلهم. فعشان كده الخطوات اللي احنا كلنا شغالين فيها دلوقتي، معلش من فضلك هنرجع للشريحه ديت عشان ما حتى ما كررهاش مع الدكتوره وزيرة الصحه. يعني ارجو ان احنا نتوقف قدام الشريحه ديت ونبص عليها كويس. والبنات اللي موجوده فيها، البيانات اللي موجوده فيها دي بيانات تم يعني مش يعني محطوطه قدامنا كلنا، مش قدام الحكومه بس، قدام كل المصريين. وانت هنا بتتكلم على ولاد مصر، يعني في الشريحه دي تقريبا احنا بنتكلم على ولاد مصر، مش على دور الحكومه، لا ده دورنا كلنا تجاه اولادنا. ويمكن هنا بيرجعني لكلمة بقولها دايما لينا، هو العدد ولا النوعية؟ يعني احنا عايزين نجيب ننجب يعني اطفال كتير ولا اطفال جيدين؟ لما تشوف الرقم اللي قدامك اللي 3.4 مليون طالب سمنة زيادة، ده معناه هل في رعاية سواء كان في المدرسة؟ وده امر ما ان ما كناش هنعترف به مع نفسنا ونقوله من غير حرج، لان انا مش يعني ده مش مرتبط بان انا توجيه لوم او قدح لا للحكومه ولا لوزير التربيه والتعليم ولا الحاجه. ده عدد كبير قوي ان بقى عندي 4 مليون طالب تقريبا، عشان العدد ما ينساهوش، يعني اللي هو عنده سمنه زياده. طب ده معناه يعني بيعمل رياضه؟ ولما نيجي نتكلم نقول مثلا يا جماعه في المصانع انتبهوا للناس ومحدش وزنه يزيد وكلام من هذا القبيل، يعتقدوا ان احنا يعني بنهدف من ده الى ان احنا نحرج نفسنا. لا، ده موضوع انتم لازم يكون في ثقافة الناس ان هم يبقوا دايما عندهم مراقبة حقيقية لوزن اولادهم ومدى الكفاءة الصحية اللي بتبقى مرتبطة بان هو نظام غذائي ونظام صحي. غذائي جيد يعني بياكل اكل صحي ليه، ونظام صحي ان هو بيلعب رياضه وبيمارس انشطه رياضيه مناسبه طبقا للهوايات بتاعه الطالب لو امكن. نرجع تاني، يا ترى احنا بقى محتاجين نجيب عدد كبير ولا نجيب عدد نقدر نتابعه ونراعيه ونبص عليه؟ وانا مش بتكلم على يعني، لان كل ما اتكلم حد في النقطه دي تقول لي يعني احنا الحمد لله والرزق على ربنا. صحيح الرزق على ربنا، ما فيش كلام، ما كلنا عايشين كلنا في مصر وفي العالم كله على فضل ربنا علينا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كمان امر ان احنا نتفكر ونتدبر وناخد باسباب الدنيا اللي احنا موجودين فيها. فيا ترى العدد اللي احنا عايزين عدد ولا عايزين جوده؟ طفل واحد جيد ولا 3-4 أطفال بظروف صعبة؟ هنا لما نيجي نتكلم على 8 مليون وشوية عندهم أنيميا، يعني ده معناه ما بياكلوش كويس أو بياكلوا غلط، مش كده؟ بياكلوا غلط. طيب يبقى برضو نخش على موضوع التقزم، 1.2 من 10 أو 1.3 من 10 طفل وطفلة هيبقوا عندهم
مشكلة في عملية الطول اللي موجودة. فبرضو بقول تاني، هل النهاردة أنا هنا بكلم في منظور آخر غير منظور الموضوع التغذية المدرسية اللي احنا بنتكلم عليها، أنا بتكلم في العدد، بتكلم في النقطة بتاعت تحديد وتنظيم الإنجاب في مصر، إن هو ده هذا الأمر بيسمع في موضوعات كثيرة جدا جدا، ويعتبر تحدي في موضوعات كثيرة جدا جدا. برضو أنا جاي في الطريق، ما أنا شايف إن التعدي على الأراضي الزراعية، طب هو ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نمو سكاني زيادة، وبالتالي في طلب على السكن، ومع ثقافة أهلنا في الريف عايزين ولادهم معهم، وده مش غلط ولا حاجة، ولكن بيضطر إن هو لا يبني له دور فوق، يا إما ياخد حاجة من الأرض بتاعته عشان يعيش معه. أرجع تاني، يا ترى إحنا محتاجين نستمر بالنمو السكاني ده بالطريقة دي ولا لأ؟ ده صدقوني في منتهى الخطورة. يعني لما نيجي نقول إن إحنا من 2010 أو 11 للنهاردة ما يقرب من 20 مليون إنسان زادوا، طب ما ال 20 مليون زادوا دول محدش بيقول طب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه؟ طب ما لازم الأسعار تزيد لأن حجم الطلب بيزيد، لأنك أنت عايز توفر أكل لل 20 مليون. طب يا ترى الأرض الزراعية زادت عشان توفر لل 20 مليون؟ أنا مش عايز بس أوقف الدكتور شوقي أو طارق وكده يعني، لكن حبيت أقول إن دي نقطة إحنا عايزين كلنا نتوقف، لأن دي بلدنا كلنا، وده مستقبلنا ومستقبل أولادنا كلنا بالطريقة اللي إحنا ماشيين بيها ديت في النمو السكاني. صدقوني كل الجهد اللي إحنا بنعمله، كل الجهد والجهد اللي بنعمله مش من يعني إحنا مش بنضن على أهلنا في مصر، ده دورنا إحنا إن إحنا نشتغل ونبذل جهد لأجل خاطر الناس، ده دورنا. ولو مش قادرين نقوم بالدور ده أمشي بصراحة، احنا بنقوم عليه لان ده دورنا وده حقهم علينا، ولكن لازم كمان حقهم علينا ان هم يبقوا عارفين ان استمرار هذا الشكل وده موضوع تكراري ليه او تكراري فيه، ما اقصدش بيه اكتر من تسجيل خطورته واهميته، وان ده موضوع مش احنا بس في الحكومة اللي تنتبه ليه، حتى الاسر تنتبه ليه. انت النهاردة يعني ساعات ببقى ماشي كده فلاقي أسرة فاسأل ألاقي معها مثلا معها ثلاث أولاد أو أربع أولاد، طب يا ترى أنت هتقدر أو تقدروا، مش هنا مش إنك تأكله وتشربه، هتأكله إيه؟ طب أنت هتقدر تخليه جسمه رياضي كويس؟ طب ليه ولد أو بنت كان أنا بتكلم عشان يقدر يبقى إنسان أو مواطن صالح بعد كده؟ ده هو لو عنده ضعف في بنيانه هيبقى فيه مشكلة في حياته العامة، في حياته العامة، لأن ربنا يدي الناس الصحة والعافية. احنا بنتكلم على عمر ممتد 60 و70 سنة، يا ترى هيبقى كم من عدد السنين دي هيبقى الشاب أو الشابة أو الولد والطفل الصغيرين هيبقوا قادرين ببنائهم اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، هيبقى قادر على أن هو يكون بسلامة بدنية وصحية ونفسية قد إيه من المدة دي؟ 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة. فأنا بس عايز أقول إن القضية مش أي أكل، مش أي شرب، والرعاية مش أي رعاية. وأنا عايز أقول لكم، افتكروا وإحنا من السنوات اللي فاتت دي كلها بالكامل كنا نيجي نقول إيه، وقفوا الوجبات المدرسية، ده فيه تسمم، مش كده؟ سواء كان الكلام ده دعاء بقى من يعني الناس اللي كانت بتحاول دايما تسيء للمنظومة أو ده حقيقة. فلما جينا اتكلمنا في النقطة دي قلنا طب احنا هنعمل حاجة بعيدة تماما عن قصة ان يبقى حد يقول ده تسمم ولا مش تسمم، لا ده هتبقى حاجة تقريبا يوميا ومتسيطر عليها سيطرة كاملة، بحيث ان هي من الأول ما تطلع لغاية لما تروح لولادنا بحالة جيدة أي ما كانت المنتجات اللي احنا هنوديها لهم ونأكلها لهم. طب النقطة دي بالمناسبة عايز أتكلم فيها برضو، أنا عايز أخلي ابني وبنتي اللي هم في المدرسة دول أقدم له الشكل إزاي؟ المضمون خلاص، إحنا ممكن أي مضمون
يحقق المطلوب، لكن الشكل اللي انا عايز اقدمه له ليه؟ عشان الطفل اللي هو الصغير اللي عنده 4 5 سنين او 6 سنين او اكتر ياخد حاجة اديها له ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ عشان ده جزء من البناء الشخصية، مش كده؟ لو انا النهاردة جيت قلت له خد، يعني طبعا مع احترامي للفطيرة وكل الكلام ده، خد الفطيرة دي كلها، يعني كويس. طب ممكن نبقى احسن من كده؟ ممكن، لما ادي له حاجة شكلها ومضمونها جيد، يوم هو يبتدي يشعر ان فيه اهتمام بيه، ويشعر ان هو ذو حيثية، مش كده؟ ده طفل صغير لكن احنا منتبهين ليه قوي قوي وبنقدم له ده بشكل كويس. هنيجي نتكلم في النقطة دي مع وزارة الصحة فيما يخص عدد ايام التغذية اللي بنتكلم عليها، هل هنقدم يعني 75 يوم ولا 150 يوم ولا كلام من هذا القبيل. والدكتور اتكلم على 7.7 مليار. انا دايما اجي عند الفلوس واتوقف، ليه؟ لان كل المسائل المرتبطة بأي نشاط احنا عايزين نعمله هو تكلفة مالية. يتوفرت التكلفة المالية، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هنقدر نستمر. ما توفرتش هتوقع مننا الموضوع. فالنهاردة كنا بنتكلم في 1.2 1.5 2 حتى. طب دلوقتي احنا بنتكلم في 7.7، يعني 8 مليار. منين؟ مش كده؟ هندبرهم منين؟ انا بقول من دلوقتي لازم ندبر 8 مليار لهذا الموضوع، لان احنا حاطين فيه انه يعني حاطين من ضمن التصور للوجبة يعني كمية لبن بين 100 جرام وال 125 جرام او اكتر او اقل حسب ما هنقدر وحسب تكلفتها. ولكن اي حاجة من دي الوجبة في حدود 6-7 جنيه، مش كده ولا انا؟ بالظبط 6-7 جنيهات للطفل. حد يقول لي طب ده كتير، المبدأ ده الرقم ده يعني للوجبة الواحدة. هقول لما تيجي تعمل نظام، لما تيجي تعمل نظام غير لما تيجي تعمل حاجة في البيت. في البيت ممكن يبقى الرقم ده أقل من كده، لكن لما تيجي تعمل نظام، النظام ده فيه حوكمة وفيه مستوى معين وفيه نقل وفيه أمن وكلام من هذا القبيل. لكن أنا رجع تاني بنتكلم في 8 مليار جنيه وبقول من دلوقتي للحكومة هل اقدر ندبر المبلغ ده؟ آه. طب ندبره ازاي؟ اخصم بقى من الوزارات. اما ليه؟ من دلوقتي بقول لكل وزارة هناخد منها حتة. الحاجة التانية وانا بقولها على الملأ كده، جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 سغدة يزيد ثمنه. حد يقول لي ده كلام؟ خليها للحكومة. خليها ايه؟ خلي الدكتور مصطفى هو اللي يشيلها، خلي وزير التموين هو اللي يشيلها. لا، انا اشيلها، انا اللي اشيلها قدام بلدي وقدام ناسي. مش معقول ادي 20 رغيف بتمن سيجارة. ادي 20 رغيف بايه؟ بتمن سيجارة. على الهوى انا بقولها؟ انا بقولها على الهوى لكل المصريين. هذا الامر لازم يتوقف. 20 رغيف بتمن سيجارة، واقول ان انا عايز ادي لاولادي اكل بتمانية مليار جنيه في السنة، مش موجودين الفلوس. الكلام ده لازم يتوقف، وده امر ناخد من عيد تنظيمه بشكل مناسب. ما بقولش ان احنا نغليه قوي زي ما بيتكلف علينا 60 ولا 65 قرش، ولكن هذا الامر لازم يتوقف. طب الناس اللي تسمعني بقى يقول لك زي ما انا داخل على حياة كريمة ب 700 مليار جنيه عشان احول حياة الناس. اتكلم في النقطة دي لان انا الدولة لها قدرات على ان هي تقوم بتقديم خدمات وتقديم أنشطة زي ما سمعتوا من الدكتور علي. احنا مش أقل من 6 شهور في كل شكل من أشكال الاحتياطات الاستراتيجية بتاعت السلع اللي موجودة. ما فيش مشكلة عندنا بنعمل ده كله، لكن احنا مع بعض في ظل كورونا اللي موجودة ديت بالكامل، احنا قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نرتب ده كله. انا عايز اقول على حاجة، في ظل درجات الحرارة المرتفعة اللي حصلت ديت وتأثيرها على الانتاج الزراعي وتأثيرها على الفاكهة، يمكن ان نخلي الاسعار متوازنة. ويمكن الدكتور علي ما تطرقش للنقطة ديت بتوسع، يعني الهدف من ان احنا نبقى في تطوير كبير
لمصانع جديدة لأدفينا وأها، إن إحنا يبقى عندنا منتج يقدر يكافئ يلبي منتج محترم غذائي من الخضروات والفواكه في وقت الأزمات دي، يبقى يعمل التوازن في أسعار السوق. فأنا بس بتكلم في السياق مع بعضه، زي ما أنا بجري أو إحنا بنجري مع بعضنا في إن إحنا نحول حياتنا في مصر إلى حاجة راقية ومتقدمة، برضو نتوقف عند موضوعات ونقول مش هتمشي الأمور كده، مش هتمشي الأمور كده. الأمور إن أنا أقول لا خلينا بقى إيه، ما نقدرش نقرب من رغيف العيش والنبي أصلي، لا لا لا، إحنا بلد محترمة بتحترم ناسها وبتجري عليهم بجد قدام ربنا وقدام الناس. أنا ما ينفعش أبيع 20 رغيف بعملة مش معروفة، الأولاد ما يعرفوش يعني 5 ساخ، مش كده دكتور علي؟ آه، تيجي تقول له لك والنبي يا فندم، والنبي ما تقول لي كده وسيبني عيش، مش كده؟ لا لا، احنا عايزين بلدنا تعيش، وعايزين ننظم حياتنا كويس، وعايزين نطلع منتج محترم، وعايزين نحترم أدمية الناس، وعايزين ننظم حياتنا بشكل في توازن في كل شيء. ما فيش حاجة تثبت على حالها بالطريقة دي على مدى 20-30 سنة ونقول ان الرقم ده ما يحدش يمسه، لا لا، عشان انا كمان اقول هنا ادفع 7 جنيه، لو كل طالق كل اسرة عندها طفل او اتنين هديله 15 جنيه في اليوم، مش كده ولا ايه؟ ايوه. للوجبة دي ما تجيش انت تقول لي الرغيف بقى من النبي ما تقربش منه، لا يا اخوي، لا لا، هقرب منه. وانا بقولها على الهوى للناس كلها، ليه؟ لان احنا ناس جادين وامناء وشرفاء وكمان مأمونين على حياة الناس ومستقبلها. هنا احنا مأمونين، مش مأمونين على نفسنا ان انا اقعد على الكرسي بتاعي ده واستمر، لينا كلنا بقول الكلام، احنا كلنا مأمونين على مصاير بلادنا وشعوبها. فانا بس النقطة دي قلتها، زي ما بقول للحكومة 8 مليار جنيه بتوع التغذية لازم يتدبروا، بقول كمان للرأي العام في مصر من فضلكم لن نستطيع، ما داخل في برنامج حياة كريمة عشان اغير حياة الريف كله في مصر، فهو عطاء متوازن بيننا وبين بعضنا، احنا نعمل وانتوا كمان تساهموا معنا. ما بقولش ان احنا نزود رقم كبير ولا حاجة، ولكن يبقى يعني ناخد حتى من هنا نحط في الموضوع التغذية المدرسية. تفضل. والله فندم استكمالا لكلام حضرتك، هو عشان برضو الناس تبقى عارفة، وسنة 17 كان تعداد الطلاب عندنا 21 مليون اللي بنوجه لهم الخدمة دي، النهاردة هم 24 مليون، يعني الرقم ده زاد 1 مليون في السنة. فبالطريقة دي يعني لو بصينا العشر سنين قدام هنلاقي بالزيادة دي كل الأرقام اللي حضرتك بتقولها هتتضرب في 1 مليون سنويا، فده يؤكد طبعا الحوار ده. احنا في الخطوات التنفيذية بنتعاون تعاون وثيق جدا الحقيقة مع الزميلة العزيزة وزيرة الصحة، مع وزارة الصحة لوضع المعايير القياسية للوجبات اللي هي تتكلم عليها، ومع طبعا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومع وزارة الزراعة، عشان بنحط الخطة اللي حضرتك طلبتها. بنقسم الوجبات، بنحاول نستهدف الطلاب اللي عندهم تقزم بوجبة غير بتوع الأنيميا، غير بتوع ده اللي بنعمله مع وزارة الصحة، ودي حاجة جديدة لأن الوجبة مش تبقى ثابتة للكل، وعدد الأيام هيختلف حسب المرحلة العمرية، حسب برضو اقتراحات وزارة الصحة. وبنحاول نعمل وجبات بالمواصفات دي بعد ما الناس شافت مستوى الجودة ومستوى العلم اللي في هذا المكان الجميل، هيبقى عليها ختم وزارة الصحة وختم وزارة التربية والتعليم للأهالي خارج منظومة التغذية المدرسية، أولياء الأمور يطمئنوا لشرائها حتى خارج اللي احنا قادرين نوفره. يعني كمان الحاجة المهمة جدا ان احنا بنشتغل مع مجمع الوثائق المؤمنة لضمان حوكمة توزيع هذه الوجبات، يعني نفس الكارت بتاع الطالب اللي عليه حالته الصحية والتعليمية هيبقى مسجل عليه الوجبة اللي بتوصل له
ونتائج الاختبارات اللي بتعملها 100 مليون صحة، كل ده هيتعمل ما بين الخدمة الوطنية ومجمع الوثائق، وكمان طمعانين ان كل ده يخلص ويتنفذ على الأرض في أول شهر أكتوبر في بدء العام الدراسي اللي بعد شهرين من دلوقتي. فاحنا بنتكلم على حاجة مفروض تحصل خلال 6 إلى 8 أسابيع الجايين، وبشكر حضراتكم على الفرصة لعرض هذا الموضوع. شكرا جزيلا.